البطولات ترحب بجميع المشاركين السعوديين. إن شاء الله ابتدينا الموسم هذا في بطولات جدة المفتوحة والآن في الرياض، وإن شاء الله بتكون مستمرة على مدار العام. الهدف منا هو تحفيز وتنشيط رياضة الشطرنج بحيث أنها ترتقي إلى المكانة المناسبة بإذن الله، وإن شاء الله تكون هذه فاتحة خير في الليلة الفضيلة هذه. وكل اللي أقدر أقول لكم بالتوفيق إن شاء الله، وخلنا نشوف من المبدعين. الله يبارك فيكم وبالتوفيق. كانت انطلاقة موفقة، رسمت خطاها اجتماعات لمجلس إدارة الاتحاد، تبلورت في سلسلة من البطولات التي ينظمها الاتحاد تحت مسمى الدوري السعودي للشطرنج، الذي يستهدف جميع الفئات السنية سواء على صعيد الشطرنج للرجال أو الشطرنج للسيدات. احنا من زمان يعني احنا نتمنى ان يكون عندنا مثل البطولات هذه. يمكن المملكه يعني الاتحاد السعودي للشطرنج هذا يعني تاسس حديثا يعني، وكنا من زمان احنا نتمنى، والحمد لله يعني هذه يعني امنيه والحمد لله تحققت لنا. I think it's a good idea because I can't find a lot of chess tournaments here that allow people my age, and I hope to see more people my age in the future. شيء جيد انه يكون في تنظيم لبطوله الشطرنج على المستوى هذا، يعني الحقيقه ما كانت موجوده في التنظيم هذا، وما في شك انه الرياضه ذهنيه، والرياضه يعني ان شاء الله يقضي وقت فيها الشباب والكبار والصغار حسب الله. التنظيم اكثر من رائع، اللجنه مهتمه كثير باللعبه واضح، في شخصيات حضرت، والبطولة ما راح تكون سهلة، تكون صعبة، كل الناس محضرة وكل الناس جاية تكسب البطولة، لكن بشكل عام البطولة أكثر من رائعة.